بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورفعه، أخواتي وإخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، تحية عطرة، تحية نسأل فيها المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديمه ذخراً للوطن. كما أسأله جل شأنه أن يمتع سمو ولي العهد الأمين شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظه ويرعاه. سمو نائب الأمير وولي العهد، أخواتي وإخواني، بالأمس القريب اختتمنا دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17، والذي استمر حتى يوم الثاني من شهر أغسطس الماضي، والذي شهد توافقاً بين أعضاء السلطتين في إقرار قوانين تنوعت في موضوعاتها وأهميتها. وهنا اليوم نستهل أعمالنا في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 17 بتشريف سموكم الكريم ودعمكم البين لمسيرة الحياة الدستورية في البلاد، وإرساء قواعد البناء على ركيزة من الشرعية الدستورية والديمقراطية وشورى الحكم. ونستهل هذا الدور أيضاً في قمرة من التفاؤل، وأن نكون أمناء لقسمنا في أداء حق الوظيفة النيابية، وأوفياء لبلد يستحق منا بدل العطاء، وأنه مهما شق العناء فهو على الجميع هين. الكل يبذل الجهد عن طيب خاطر ورضا نفس لنواجه الصعاب ونسد الثغرات بخطى ثابتة بعون من الله وتعاون وثيق مع السلطة التنفيذية. سمو نائب الأمير وولي العهد، أخواتي وأخواني الكرام، نحن ندرك أننا نواجه دور انعقاد حافل بأعباء جسام، نأمل أن نشهد خلاله عطاء متدفقا من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد، مما يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط. وهو ما لمسناه وشاهدناه من الأخوة في اللجنة التنسيقية، ومن ترتيب للأولويات وقيامهم بجهود مشكورة من خلال عمل اللجنة في تقارب وجهات النظر النيابية والتنسيق مع الجانب الحكومي، وذلك باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية، منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية. إن تعبيد الطريق الوعر للتغلب على الصعوبات التي تستنزف الثمين من وقت المجلس على حساب الموضوعات الجمة المطروحة عليه، إنما هو رهين بالتقارب والتعاون والحوار الهادف، وهو جوهر الديمقراطية كنظام حكم صالح راسخ دعائم تمليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود جميع الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها، والاستعداد لتحمل المسؤولية والوفاء بأمانة العهد
والإيمان بالواجب مهما شق العناء، والإحساس بخلجات أبنائه بتطلعاتهم المشروعة، وأنه ما لا محيص إلا بالاهتمام بها وبذل الجهد وأعداد العدة لإنجازها والوصول بها إلى بر الأمان، متيقنين أنه مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها، وأن كل منا أيا كان موقعه سيمضي في مسيرة العمل الوطني قائما في مسؤولياته، مجتهدا في عمله، واضعا مصلحة الوطن وسلامته واستقراره وأمنه فوق كل اعتبار. سمو نائب الأمير وولي العهد، أخواتي وأخواني الكرام، إنما أثير حول اتفاقية حور عبد الله يدعونا إلى استحضار ما تفضلتم به سموكم في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومن دعوة لجمهورية العراق هذه الكلمة التي جاء فيها انطلاقا كلام سمو ولي العهد انطلاقا من حرص دولة الكويت على حسن الجوار، نؤكد ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في حور عبد الله. انتهى. ونشير كذلك إلى ما أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مواقف مبدئية لدولة الكويت باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى ما صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بما تضمنه من أهمية سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وكذلك الجهد المبذول من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة والتعاون المتواصل مع إخوانهم في وزارة الخارجية في العمل على تحقيق مصالح الوطن دون كلل. سمو نائب الأمير وولي العهد، أخواتي وإخواني الكرام، لقد تابعنا بكل أسى ونتابع يومياً ما تقوم به العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة من جرائم وحشية وقصف همجي وتطهير عرقي أدى حتى الآن إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وإلى إصابات بلغت عشرات الألوف من أهلنا في قطاع غزة. هذا الاعتداء الوحشي لا تقف مخالفته عند الأعراف والشرائع، بل إنما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان على غزة، وما نشاهده اليوم من دعوات صريحة من قبل الكيان الصهيوني القاصب الذي يدفع وبشكل صريح وعلني بتهجير أهالي غزة من بيوتهم وترحيلهم خارج أراضيهم وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الإيواء، لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يجب إدانته والتصدي له والدعوة إلى وقفه ورفض القبول بتصرفات ومواقف من لا يكترث لدماء الأبرياء ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان العراق أسف وإدانة العدوان الصهيوني. ختاما نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى قانتين متضرعين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ومن أعمالنا أطيبها، وأن يهدينا صواب الطريق، كما نضرع إليه سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يشفق عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار،
في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.